كيف نتوقع النفاق؟ نعم، يسأل كيف يتوقع النفاق. النفاق يتوقع بتمرين النفوس على الإخلاص لله عز وجل، هذه واحدة قبل كل شيء. الثاني أن يتجنب خصال النفاق، وهي إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا اؤتمن خان، لأن هذه من أعمال المنافقين، فمن مارسها يخشى أن يكون في قلبه النفاق الأكبر والعياذ بالله. ثم إن الشيطان قد يوحي إلى الإنسان بأنه مراء في العبادة، مثلا يقول لا لا صلي لا تعبد، يعني لا صلي نافلة، ترك مرائي. هذا يجب أن يطرحه وأن لا يهتم به وأن لا يلتفت إليه، وحينئذ لا يضره الحمد لله. في إشكال بعد؟ أجب، أقول واضح الآن. عليك بالصدق في القول والوفاء بالوعد وأداء الأمانة. وعدم الفجور في المخاصم. ثم اسأل الله عز وجل، اسأل اللهم أزل ما في قلبي من الرياء، ما في قلبي من النفاق، وما أشبه ذلك. نعم.